وحده داكشي علاش انا اللي هضرت معاك هذاك كابرين في دار وحده داكشي علاش انا اللي هضرت معاك قلت لك. السلام عليكم، سميتي ضحى بورشو، كنقرا في المدرسه الخصوصيه المجد. جبت كنقرا في الاولى باك وجبت معدل 17.1، واكيد حصلت على هذا المعدل بالمجهودات ديالي، ولكن حتى المجهودات ديال عائلتي اللي حتى هما شجعوني. ما كنتش مدمنه على المواقع التواصل الاجتماعي، واخا كنت كنضرب عليهم طليله مره، ولكن ماشي مدمنه عليهم. والامنيه ديالي كنقرا باش اكيد نحسن من المعيشه ديالنا، وعلاش لا نصيفط عائلتي للحج، وبغيت انا نمشي لكوريا الجنوبيه باش نكمل قرايتي. كنتمنى من الملك انه يشوف هذا الفيديو ويشجعني، وبغى نولي ان شاء الله في المستقبل طبيبه وندير لا فارماسي.